متمسكون بالأمل على قارعة الطريق يرفعون صور من غاب من أحبابهم عنهم. مغيبون قسرا ومعتقلون، هؤلاء مصيرهم لا يزال غير معروف في ظل عجز الحكومة أو تناسيها قضية مصيرية مثل قضيتهم. غريب وجه العراق اليوم، حيث الانتخابات والسياسيون في واد والمزاج الشعبي في واد آخر، حيث لا يهتم الناخبون حتى بمعرفة المرشحين، وهمهم الوحيد خبر عن المفقودين أو عفو عام ينقذ آلاف المعتقلين في السجون ظلما. يا حكومة العراق، يا البرلمان، يا الكاظمي، فرج عن أولادنا، انطي العفو العام على السجناء، اظهر المغيبين، اظهر المفقودين، اظهر المخطوفين قبل الانتخابات. ترى ماكو انتخابات، اذا ماكو عفو عام ماكو انتخابات. قرار مقاطعة الانتخابات يبدو أنه اتخذ مسبقا لدى آلاف العائلات التي باتت تعلم تماما حجم الفساد الذي تغرق فيه البلاد، والذي أسهم بمظالم كبيرة رمت بأبنائها نحو المجهول وبهم للفقر والحرمان. والله العظيم أولادنا مظلومين، وإحنا مات والمظلومات، ونفتر في السجون، حتى كروة ما عدنا من نروح لهم. نريد من الله ومن السيد الكاظمي يعطف على هالأمهات وهي العوائل المظلومة. والله جهال تشردت ونسوان اتطلقت، وإحنا هاي الأمهات شبعنا ضيم وأذية. معادلة الرهان على الشارع تتلاشى حظوظها مع ازدياد الاحتقان الشعبي ضد الطبقة السياسية، تلك التي لجأت للترويج للانتخابات خارجيا خوفا من تكرار سيناريو المقاطعة في انتخابات 2018. هاي الدمعة تنزل على ونزله، ان شاء الله نار وشرار عليكم، والله ينتقم منكم اذا ما تسوون حل لهاي الناس الابرياء. زين، وبعد ما عندنا. نعم، فالصمت حاليا أبلغ لغة تعبر عما في نفس العراقيين الذين شهدوا أكثر من خمس انتخابات منذ عام 2003 لكن دون جدوى، حيث يتنامى الرفض الشعبي للعملية السياسية التي تعرض عن مطالبهم وتجعلها ورقة انتخابية لا أكثر كما يؤكد العراقيون.